الشيء بلبنان دائما الدولة مقصرة، وقطاع العقارات منه استثناء. المشاكل كتيرة من تعقيدات إدارية وبيروقراطية، مروراً بضعف البنى التحتية، وصولاً إلى الضرائب العالية اللي بيشكي منها المطور العقاري، بينما المواطن بيعتبرها عادلة. مشاكل القطاع العقاري مختلفة، تتنوع من القوانين إلى الإجراءات إلى التأخر بالحصول على التراخيص إلى الرسوم المرتفعة يلي عم تندفع بشكل غير مباشر ويلي عم تترجم على سعر البيع بالنسبة للي بده يشتري شقة. اليوم نحن كمطورين عقاريين أنشأنا جمعية مطورين عقاريين، وهدفنا الأساسي معالجة هالأمور المختلفة من خلال التعاطي المباشر مع الدولة. موضوع البنى التحتية موضوع أساسي يجب أن تنظر به الدولة من كل نواحي، إن كان الطرق، إن كان المواصلات، إن كان مواقف السيارات، الخدمات من مجارير ومي وإلى ما هنالك، اللي ما في شك فيها نقص هائل ومخيف، وعم نبلش نلحظه تدريجا ببعض الحالات. ما في شك إن الظروف العامة هي المشكل الكبير اللي أثر إن كان علينا كقطاع أو على الدولة بإداءة بهذا الإطار. على المالتين، الوضع العام إن كان الداخلي أو المحيط بنا من سياسي وأمني هو العامل الأساسي اللي عم يكون عنده إذا بدك الإمباكت أو الفعل الكبير بإطار تأخر أو ضرر هذا القطاع كما غيره من القطاعات. الوضع الأمن الهش بلبنان أثر سلباً على القطاع العقاري، فهناك خبراء بيجزموا أنه طلبات الشراء عم بتخف. في دراسة لشركة رامكو العقارية بتبين أنه ببيروت، بلدية بيروت نفسها، في عدد الشقق المبنية يلي ما عم تتباع زاد عددها 25% تقريباً مقارنة مع السنة اللي قبلها. وعدا عن هيك، هناك عدد من المشاكل الإدارية وخاصة مع وزارة الثقافة. ما في شك في كتير إشياء فيها تنعمل، بنبلش من دائرة الأثار اللي مساكين عندهم يمكن عدد ضئيل جداً من الناس اللي بده يقوموا بعمل كتير كبير، بالتالي عم بصير في تأخير هائل ببعض المشاريع أشهر لبل بعض الأمرار سنوات، وهذا ما يرتد سلباً على المطورين اللي عاملين استثمارات ضخمة. المشاكل كتيرة ولكن الحلول لها كلها موجودة، والسؤال بيبقى إذا كانت الدولة رح تشد الهمة حتى تنفذها أو رح تبقى الوعود حبر على ورق.